بعد الانغلاق السياسي بين الفرقاء والحلفاء حول الكتلة الأكبر، بدأت الزعزعة الأمنية واضحة على الشارع العراقي، خاصة بعد أن وصل الانسداد على أوجه قبل أسبوعين. فالتفاهمات السياسية هي مرآة عاكسة لما يحصل خلف الكواليس. يعني قضية قصف المطار لا يمكن إبعادها عن المشهد السياسي المرتبك في العراق. فقبل الانتخابات كانت كل هذه المناطق مؤمنة وآمنة، لكن بعد إعلان نتائج الانتخابات وهذه المشاكل بين الإطار وبين التيار على تشكيل الحكومة وعلى المناصب، أصبحت الخروقات اليوم متكررة، والمشهد اليوم أصبح خطير ومخيف، قصف للمطار. هذا يبين أن الطبيعة السياسية في العراق طبيعة مرتبكة قائمة على فرض الإرادات، بعيدا عن قرار الصندوق كما يدعي البعض بأن هناك تداول سلمي. يعني اليوم أصبح التداول غير سلمي، وهذا الضغط العسكري وهذا الابتزاز يعني يؤدي بالأمور إلى ما لا يحمد عقباه. استهداف مطار بغداد الدولي وتضرر بعض الطائرات المدنية، ربما راحت أصابع الاتهام تتجه إلى من طالب بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وهذا ما يراه مختصون في الشأن السياسي. بل أن الاستهداف جاء أيضا على مزاج لمن يريد إشعال فتيل الفوضى قبل تشكيل الحكومة. يكون هنالك أسباب مختلفة، هناك أسباب لعدم خروج القوات الأمريكية وعدم احترامها للاتفاقية ضمن الإطار الاستراتيجي. قد تكون هناك جهات هي تلوح بمقاومة تواجدهم وتعتبر بأن هذه قوات محتلة. أما البعض الآخر أعتقد هي قد يكون هناك جهات خارجية تحاول خلط الأوراق، وبالتالي هي تستهدف الممثليات الدبلوماسية والسفارة الأمريكية لخلق أزمة جديدة، أو كذلك بأنه اتهام بعض الجهات لتسقيطها. قصف مطار بغداد الدولي بين الحين والآخر من قبل جهات مجهولة يراه البعض هي ورقة ضغط سياسية لتشكيل الحكومة بالتوافقية. من العاصمة بغداد، مهدي غريب، وان نيوز.